جمال، شوفي حياتي ليش واقفين هيك؟ أحمد حبيبي، وين كنت أنت؟ خوفتني عليك، فكرتك ضايع. أنا منيح، بس كنت عم ألعب لعبة الغميضة. شفت يا أستاذ؟ لا، مو صاير شي لأبنك. نرجس آسيا، شو صاير؟ في شي مشكلة؟ لما فكرت أنه أحمد ضاع أنا توترت شوي، وبظن أنه هي كمان توترت لهالسبب. عن جد يا بنتي؟ أنتي لهيك بكيتي؟ لا، هو عصب علي لما سمع أنه ابنه ضاع، لهيك أنا بكيت. لا، معقول أنت جمال فوراً عصبت على البنت؟ تعال أشوف اللي أنا شو بدي أعمل بابنك، أصلاً مالي علاقة فيه. ليكي نرجس، أنا ما قصدت أعصب عليك، بس فكرت صار له شي لأحمد وخفت عليه يعني، وارتفع صوتي بلا ما انتبه. مرة تانية انتبه لو سمحت، ولا تصرخ بوشها، هالقصة ما تنعاد. أنا ما صرخت عليها عن قصد، سمعت؟ قلت لك إني خفت إذا ما تذكر. خلصنا يا جماعة، روقوا، ما في داعي نكبر الموضوع. يي، حقك علي يا آسيا، بس شو بدنا نعمل؟ يعني هو خاف على ابنه وعصب لما سمع إنه هو ضاع. خلاص سامحي لعمك جمال وما تزعلي منه، يعني هو أبو سمع إنه ابنه ضاع، لهيك صار فجأة شخص تاني. نرجس يا حرام، البنت كتير انقهرت من يلي صار، والله حرام. أخي ماهر، قالت العشب ما عم تشتغل معي، ممكن تجي تشوفها؟ يلا فكرة جاي، بالإذن منك. إذنك معك. شو هالزلمة الغليظ؟ بيتدخل بشي ما بيعنيه. كنت حليت المشكلة بيني وبينها، ما بعرف ليش اتدخل. لأنه هو أبوها جمال، وأنت صرخت على بنته، من الطبيعي تكون ردة فعله هيك. خلصنا حبيبي، حاجة تبالغ، ما بدها هالقد. تعرف ليش عم أحكي هيك؟ لأنه اليوم بيكون عيد ميلاد ابننا الحلو. يا سلام. يلا خلينا نروح نشوف التجهيزات يا روحي. يلا، ما بدك تجي حياتي؟ يلا لحقوا. خلص نرجس، حاج تبكي انت هيك عم تعذبي حالك؟ خلص يا روحي. اصلا هو بحياته ما حبني. انت شفتي كيف خاف على ابنه احمد وكيف عصب علي انا؟ يعني انا ما بكون بنته كمان؟ هو ما بيحبني ابدا. صرت هلأ بكرهه أكتر. خلص نرجس، حاج تبكي، نحن شو حكينا من سنين عن هالموضوع؟ مو قلنا ما لنا بحاجة حدا؟ ونحن مكتفيين ببعض وقدرنا نحل كل مشاكلنا لحالنا، وهلأ شو ما عمل إذا حبنا أو كرهنا ما بيعنينا، لا تهتمي فيه. لما ضربتي أنا ارتحت، لأنه كان لازم يعرف كيف يحكي، هو بيستاهل هالكف. انت حياتي يا نرجس، منيح مرته ما شافتني لما ضربته الكف، شو كنا بدنا نقلها؟ ايه وتشوفك، ما بيهمني. نرجس، امي انا يلي رح احكي الحقيقة، رح اطلع على باب القصر واصرخ انه هالزلمة كان ابي وتركنا، وبدي خرب زواجه لهالتافه.
ويضل هداك الولد بلا أب مثلنا. نرجس، بعرفك ما رح تعملي هيك تصرف حبيبتي، تمام؟ هو ما عاد بيعني لنا بأي شيء بالحياة، واعتبرناه ميت من وقت ما تركنا لحالنا، تمام؟ وحاج تبكي يا روحي. تمام.